السلام عليكم ورحمة الله. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر سيدنا أبي بكر الصديق قال سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا بلال من الألقاب التي لقب بها هو الساخر من الأهوال. ونشوف كان نبحث في سيرته إيه سبب هذا الاسم. كان سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه إذا سمع مدح أو ثناء عليه دايما يغض طرفه ويحني رأسه ويقول إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا، تواضع كما يكون أو كما ينبغي أن يكون التواضع رضي الله عنه وأرضاه. أمية بن خلف اللي هو كان تحت إيده سيدنا بلال بن رباح وكان عبدا له يعني، لما سمع وعلم بإسلامه أذاقه أشد أنواع العذاب ما يتخيل وما لم يتخيل سبحان الله. فكان يأتي به في عز الشمس وفي عز الحر، كما يعني شدة الحرارة في جبال مكة كان يخرج به في هذه الأثناء وهذا الجو الشديد الحرارة. وكان من غروره واغتراره أنه قال إنما إيه لن تذهب شمس هذا اليوم حتى يذهب إسلام هذا العبد الأبق. يعني كان عنده يقين أو معتقد إن الشمس مش هتغيب بتاع النهاردة إلا بذهاب إسلام ورجدته عن الإسلام سيدنا بلال بن رباح، إلا أن الشمس قد غابت لهذا اليوم ولم يذهب إسلام بلال، بل ذهب الشرك نفسه وذهب المشركون بعد غروب أيام من هذا اليوم. كان من شدة وطول العذاب يوما بعد يوم، حتى أنه حينما كان يتعب أمية بن خلف ومعه من تعذيب بلال وضع الصخرة كبيرة على صدره وضربه بالسياط أثناء ما كانت الصخرة على صدره، ولا يزيد سيدنا بلال كلمة عن أحد حتى إذا تعب وانتهى اليوم ربطوا سيدنا بلال وأعطوه للفتية يدورون به في شوارع مكة. ولقد من طول شدة تعذيب سيدنا بلال قد يأسوا من وقنطهم نفسهم من أن يصلوا إلى نتيجة معه، حتى طلبوا منه فقط أن يذكر اللات والعزى وآلهتهم بكلمة طيبة حتى يتركوه ويخلوا سبيل، يعني زي ما بنقول كده بالبلدي بيتلككوا له عشان يوقف التعذيب، لأنهم هم نفسهم تعبوا ويأسوا من أن يصلوا معاه نتيجة. حتى إذا جاء سيدنا أبو بكر الصديق في يوم ورآهم وقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فما إن هم أبي بكر بعرض شراؤه من أمية بن خلف حتى باعه سريعا أمية للتخلص من هذا المأزق الذي قد وقع فيه مع بلال. يختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول مؤذن في الإسلام، وذلك لجمال وطلاوة وحلاوة صوت سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. وفي معركة بدر كان شعار المسلمون في ذلك اليوم هو نفس الكلمة التي كان يرددها بلال أثناء تعذيبه، ألا هي أحد أحد. وأثناء المعركة يشاهد سيدنا بلال أمية بن خلف فيقول لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، ورغم أن أمية بن خلف قد احتال وحاول يدخل في جوار عبد الرحمن بن عوف، إلا أن سيدنا بلال لم يترك وأخذ يصيح ويسمع الصحابة من حوله ويقول لا نجوت إن نجا، ولم يتركه إلا وقد أجهز عليه في هذا اليوم. وكذلك في فتح مكة يصبح سيدنا بلال بالأذان مؤذنا بدخول مكة وزوال الشرك منها بالكلية، ثم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ويمتنع سيدنا بلال عن الأذان وكأنه لا يرغب فيه إلا أن يؤذن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستأذن من خليفة النبي سيدنا أبي بكر للخروج للجهاد والمرابطة
وفعلا يمضي ما تبقى من عمر سيدنا بلال في الجهاد والمرابطة في سبيل الله، ويأبى أبدا إلا أن يؤذن مرة أخرى. وكان آخر أذان في حياته رضي الله عنه وأرضاه كان في الشام، حينما زارها سيدنا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين، واستأذن بلال أن يؤذن لهم، فأذن فبكى سيدنا عمر وبكى الصحابة من حولهم، وتذكروا أيام النبي حينما كان يؤذن بلال. وظل سيدنا بلال مجاهدا مرابطا في بلاد الشام حتى لقي ربه وفاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا بلال ابن رباح.